عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. النهاردة الدنيا هتولع بالمعنى الحرفي يا حضرات، ماتشات الإياب في دوري أبطال أوروبا هنتكلم عنها وبالتفصيل، ده غير مجموعة أخرى من الملفات اللي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، سواء عن النادي الأهلي أو حتى عن يعني محليا أو كمان قاريا، كل دي أمور هنتكلم فيها مع ضيفنا الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. بونجور جدا. بونجور يا فندم. لا منورنا حقيقة دكتور عادل. وقراءة بتبقى دايما في فترات مهمة، يعني احنا عندنا مباراة مصيرية إن شاء الله يبقى خير على النادي الأهلي يوم الجمعة. خلينا نبدأ من، مش هقول بقى اللي فات لأن اللي فات ليس الأفضل، يعني خلاص اللي فات ليس الأفضل فأنا عايزة سكيبت. خلينا نبص لمباراة القطن الكاميروني التي لا تقبل القسمة على اثنين، أنت ما عندكش رفاهية أبدا غير أن أنت تفوز تركز عشان يبقى بطاقة الصعود لربع النهائي. خلينا نبدأ من هنا. زي ما قلتي خلاص، ما هي فيها، هي مالهاش يعني ده برضه سؤال مالوش مالوش لا له اجابه. النبي حضرتك رزق واسع معانا والله ما شاء الله. لا لا انا قصدي ان هي خلاص ما فيش حسابات، يعني ما فيش بقى ان احنا نعمل ايه، لا هو لازم نكسب، ما فيش اي نتيجه ثانيه. وللاسف يعني مش هتكلم في اللي فات، بس هو اللي فات كان هيدينا رفاهيه ان انا يبقى مصيري في ايدي، انا دلوقتي مصيري مش في ايدي كده الامور بالظبط، انا اللي في ايدي ان انا اكسب الماتشين. بس هي بالمناسبه الحكايه متوقفه فقط على ان احنا نفوز ماتش القطن الكاميروني، ولا برضو في حسابات تانية تخص الهلال وتخص سان داونز؟ ما انا مش كده بقول الحكايه، وانا مصيري مش في ايدي دلوقتي، انا مصيري في ايدي ان انا اكسب الماتشين، انما لو الهلال كسب سان داونز خلاص الامور اتحسمت، لان انا المواجهات المباشره بيني وبين سان داونز خلاص في صالح سان داونز، فانا اقصى حاجه ممكن اوصل لها 10، سان داونز حاليا 10، فانا هفترض انه خسر الماتشين حتى، فانا مش هقدر يعني اتجاوزوه خلاص، هو يعتبر صعد رسميا. الهلال لو عدى الرقم 10 ده هيعمله لو كسب الماتش الجاي، فبرضه يبقى تجاوزني، فانا عشان كده مفيش قدامي غير ان اكسب الماتشين والهلال ما يكسبش سان داونز، يا اما يتعادل يا اما سان داونز يكسب. وبعد كده كمان بقى ابتدي افكر في ماتشي مع الهلال، هل انا محتاج اكسب 1-0 بس، ولا محتاج اكسب 2-0 كمان، لان مواجهتي المباشره مع الهلال خسرانين 1-0 للاسف. احنا حطينا نفسنا في الموقف ده، لكن يعني خلينا نقول ان عندنا ثقه ان احنا اتحطينا في الموقف ده كتير وقدرنا نخرج منه، فاتمنى ان احنا نعرف نخرج منه المره دي كمان، ومش هتبقى غير بكده غير ان احنا نكسب القطن، نستنى نشوف هيحصل ايه في ماتش سان داونز، وبعدها نقدر نحسم ماتش الهلال هنا وبنتيجه تسمح لنا بالتاهل. يا مسهل الحال. طيب احنا هنستاذن حضرتك بس نروح لدقائق معدوده على مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان زميلتنا العزيزه ساره حامد موجوده هناك عشان تعرفنا على اخر الاخبار واخر المستجدات. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك واكيد برحب بيك انا هواند وبضيفكم طبعا دكتور عادل كريم الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا انا منتقده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم يعني كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي طبعا معاكم بفريق الاول للكره الطايره رجال الماسترز، طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي ان شاء الله. يعني طبعا بعد ما الماسترز او فريق الكره الطايره فازوا على نادي الطيران في الدور الثمانيه من بطوله الدوري والتاهل لنصف النهائي من البطوله، النادي الاهلي لسه يعني منتظر ان شاء الله، يعني هيوجه طبعا في نصف النهائي نادي سموحه، منتظر من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره انه يتم تحديد يوم المباراه وكمان يعني انهي ملعب هيتلعب عليه، فلسه النادي الاهلي في انتظار يعني قرار من الاتحاد المصري. ولكن من هنا لحد لما يطلع قرار ان شاء الله بخصوص مباراه النصف النهائي امام نادي سموحه، النادي الاهلي عنده ان شاء الله يعني مباراه يوم الجمعه وهيكون مع نادي الترسانه في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وان شاء الله البطوله دي او المباراه دي هتقام على يعني صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. ده بالنسبة لي فريق الطايرة، بالنسبة لي كمان فريق الطايرة ولكن السيدات تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي، النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 6 استعدادا للمباراتين إن شاء الله في بطولة الدوري الفترة الجاية. ويمكن شفنا يعني الأيام الماضية فريق الفتيات الذهب أو فريق كرة الطايرة فازوا على نادي هليوبلس في يعني الأيام الماضية، ويمكن ده كان دور الثمانية من بطولة كأس مصر والتأهل للنصف النهائي. يمكن إن شاء الله يعني يوم السبت اللي جاي ويوم الأحد يا كريم وأنا هوند هيكون يعني دور الثمانية من بطولة الدوري المصري لكرة الطائرة، واللي هيواجه فيها النادي الأهلي إن شاء الله نادي الزهور. المباراتين دول ان شاء الله يعني هيقاموا بره يعني على الملعب الخاص بنادي الزهور، وده هيكون الدور الثمانيه واللي هيقام بنظام ذا بيست اوف 3، ان المفترض ان شاء الله يعني عشان الفريق الفائز يضمن التاهل اللي يعني المرحله اللي جايه لازم يكسب مباراتين من اصل 3 مباريات عشان يضمن التاهل لمباراه النصف النهائي. كمان سيدات الكره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7، يمكن النهارده كان عندهم يعني مباراه مع نادي الزمالك، ويمكن دي كانت رابع الجولات من مرحله الدور الاياب او الدور الثاني من بطوله الدوري، لكن تم إلغائها بعد ما طبعا نادي الزمالك انسحب من بطولة الدوري.
ويعني طبعا طبقا للائحه للاتحاد المصري لكره السله انه اي فريق يعني ينسحب من بطوله الدوري يعني يهبط للدرجه الثانيه. فالنهارده مباراه نادي الاهلي مع نادي الزمالك تم الغائها، والفريق النهارده هيتمرن بشكل طبيعي وهيستعد ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الجمعه الساعه 6، ودي هتكون مع البنك الاهلي ضمن منافسات بطوله الدوري وهتقام على صاله مركز شباب الجزيره. كمان سيدات او يعني السيدات كره اليد النهارده برضو عندهم تمرين الساعه 6 وهيستعدوا بشكل قوي للمباراه اللي جايه ان شاء الله امام سبورتنج. وكمان رجال كره اليد النهارده عندهم تمرين الساعه 4 وعندهم مباراتين مهمين جدا في بطوله الدوري هيكونوا يوم الخميس والجمعه اللي جايين. يعني اول مباراه يوم الخميس هتكون مع البنك الاهلي ويوم الجمعه هيكون مع نادي سبورتنج، والمباراتين دول هيكونوا الساعه 4 عندنا، يعني طبعا هتقام على الصاله عندنا على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي كانت يعني سريعا يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم. تفضل. مفيش اي اسئله، مالكيش عندنا غير كل الشكر زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا ليكي. يا سلام من الناس الشاطره جدا يعني كلهم الحقيقه عاملين تغطيات دايما متميزه الحقيقه يعني. طمنا بقى دكتور، طمنا والله ان شاء الله ان شاء الله خير. طمنا والله، لان احنا اوكي ممكن نكون كجماهير زعلانين، لكن احنا واثقين ان لازم هيكون في مصالحه من الفريق عندنا ان شاء الله، وبدايه او بدايتها هتبقى يوم الجمعه مع القطن الكاميروني. ولو احنا بصينا برضو لتاريخ المواجهات والفارق وغيره، اكيد الكفه شويه للنادي الاهلي، لكن برضو اكيد هتكون مباراه صعبه يعني ان شاء الله. طمنا يا دكتور، حسيت بقى فيلم الستينات قوي، عارفه اللي هي المدام محتاجه تروح العزبه يومين عشان يعني لو مراد باشا هناك نروح. انا رايي ان الحلقه دي لو بعدين دكتور عادل كل حاجه نقولها ان شاء الله ان شاء الله خير. لا واحيانا ربنا يصلح الحال وخلاص الاجابه بتخلص. طب هو القفي حكمت معلش. العقوبات اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت المفروض يعني او المنطق يقول ان ينتج عنها حاجه من اثنين، تمام؟ ان احنا نشوف حاجه من اثنين في الماتش اللي جاي، يا اما ننزل الملعب بالمعنى الحرفي، هو تعبير مجازي بس نحوله لتعبير حقيقي وواقعي، ناكل النجيل عشان نكسب المباراه وكل المباريات القادمه، او ان احنا نبقى نازلين وعلى اكتافنا برضو لسه بقيه الهم ومهمومين او في شيء من الاحباط. لا مش المفروض ان ده يحصل، لان انت المفروض عندك خبره كبيره قوي بالمواقف دي، ان خلاص زي ما اول كلمه قلناها خلاص الماتش اللي فات عدى وصفحه اتقفلت، ما ينفعش ان افضل عايش فيه، يعني اعيش فيه ان انا اصلح اخطائه، انما انا هفضل عايش بالضغط بتاعه يبقى مش هعرف اخش للي بعد كده. ولازم واعتقد لعيبه الاهلي عندها الخبره دي المفروض، والجهاز الفني والحاجات دي، انا خلاص كل مباراه بتنتهي بالصفارة الحكم فيها، انا اتعلم من الدروس بتاعتها، لكن لازم العب على اللي بعد كده. انا ما ينفعش ان انا حتى لو فرضا يعني لا قدر الله خرجت من البطوله رسميا ولسه عندي ماتش، مش هلعبه وانا مستسلم، لازم برضو العب عشان اثبت وجهه نظر معينه، اثبت وجودي في الملعب، استعد للي بعد كده. يعني الدنيا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، انت عندك في اخر 6 بطولات افريقيا وصلت النهائي في 5 منهم، فده رقم طبعا كبير مميز طبعا. جدا خدت البطوله مرتين وخسرت النهائي 3 مرات، ده مش يعني مش حاجه كويسه بالنسبه لك، المفروض انت كل نهائي بتلعب على ان انت تكسب طبعا. لكن انت عملت حاجه كويسه، فلا قدر الله لو انت خرجت السنه دي ده برضو مش كارثه، دي مش مصيبه يعني، دي حاجه ده حاجه سيئه بالنسبه لك، لكن مش عايزين يبقى ده الخطاب. انا مش بتكلم على، انا بتكلم جنرالي عموما يعني، بس بفترض ان يعني لا قدر الله ده حصل، انا لسه عندي دوري، لسه عندي كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، لسه عندي كاس مصر بتاع السنه دي، لسه عندي بطوله افريقيا الجديده اللي هي والسوبر الدوري السوبر الافريقي. مقابل عندك جمهور ليه خصوصيه شديده، انا بتكلم بيتعامل مع المركز الثاني، ناهيك عن الخروج من البطوله، فكره ان المركز الثاني مش مرضي بالنسبه له، دي حاجه كويسه، ترضي جمهور عنده التعطش ده لل انا بقول لك دي حاجه كويسه، بس انا بتكلم في نقطه احنا بنقول الاصل ضغط اللي حصل وكده ماشي، هفترض ان لا قدر الله الامور ما مشيتش في اللي انا عايزه، مش هقف، انا عندي حاجه كتير قوي لازم اكمل طبعا. فلازم زي ما بنتكلم، انا حصل لي مشكله كبيره، حصل لي نتيجه سيئه جدا بالنسبه لي انا تعتبر حاجه كارثه، لان انا ما ينفعش ان انا استسلم بالشكل ده طبعا. لكن ده مش معناه ان انا هقف، انا لازم اكمل، لازم اكسب الماتش الجاي، هشوف هيحصل ايه في تاني يوم، وبناء عليه اقرر هيحصل ايه في الماتش اللي بعديه مع الهلال. في نفس الوقت انا راجع عندي ماتشات الدوري اللي انا متصدره، راجع عندي نهائي كاس مصر بتاع الموسم اللي فات، وعندي كاس مصر بتاع السنه دي، راجع بفكر في السوبر دوري السوبر اللي هيبتدي في اغسطس اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله نكون عدينا من المجموعه ونفكر في دور الثمانيه هنلاعب مين وهنعمل ايه. بس هي الفكره زي ما بقول لك، انا مش كلامي مش معناه ان انا يعني خلاص بقى احنا كده خرجنا، لا انا بقول بس ان حتى لا قدر الله لو حصل اي سيت باك او اي حصل اي نتيجه مش في صالحي، ده مش معناه ان الدنيا هتقف.
ما هي الدنيا مش هتوقف بس انا عشان اخسر مثلا لت سي لا قدر الله خسرت بطوله ما علشان اقدر اكمل اما انا هكمل بانهي صوره يعني بمعنى انا هخسر بطوله لا قدر الله مش يعني احنا بنقول بنفترض ليه الاسباب اللي انا خسرت البطوله بالزبط. عشانها هل هي الاسباب دي اللي هتخليني بعد كده اكمل بمستوى افضل في البطولات اللي فاضله ولا برضو نفس المشاكل هاخدها معايا البطولات الاخرى بدل المقلق بقى هنا ما هنا بقى فكره التخطيط لازم يبقى عندي خطه بالزبط. اللي هي immediate خطه بتتعمل فورا ولازم عندي خطه طويله المدى لازم عندي خطتين والاثنين ماشيين في نفس الوقت انا عارف اهدافي ايه انا عارف ان انا داخل الموسم عايز ايه من الموسم تمام عندي المقاومات اللي تخليني احقق اللي انا عايزه ده ولا لا المقاومات اللي عندي اللي انا اختبرتها انا شايف ان محتاجه تدعيم شايف ان في عناصر ممكن خلاص ملهاش دور اكتر من كده وشكرا على اللي يعملوا واشوف على عناصر تانية شايف ان في اماكن معينه ادعم فيها هنلحق نعمل ده في الفتره ده احنا عندنا كل ما هو ده اللي انا بقوله بقى فكره ان انا عندي خطه فوريه وخطه طويله المدى انا فوريه انا عندي زي ما حضرتك بتقولي عندي ماتش كل 3 ايام ما هو ده العلاج ده مش هينفع للموسم الحالي تمام. ده يبقى موسم بعد كده تمام يبقى انا ابتدي من دلوقتي اجهز نفسي بحيث ان انا اول ما تبتدي فتره الانتقالات مثلا يبقى انا محتاج 1 2 3 1 2 3 تكون مجهزهم من دلوقتي بحيث ما يجيش فتره الانتقالات تبتدي وانا لسه بفكر فتكون الفتره خلصت وانا ما عملتش حاجه انت بتشوف ليه يا دكتور عادل ولا بقولش دكتور ولا ايه براحتك خالص يعني نقول ايه اكيد مش هقول عادل اللي انت شايفاه شوف يا دكتور والله العظيم مش عارفه اكمل فقره لا ريهام لا بس يا ريهام لا براحتك طب انا نسيت والله كنت عايزه اقول ايه على اللعيبه اللي احنا محتاجينهم ايه وانت بصدى طرح السؤال كانت نيتك ايه؟ طب اخده انا في حته ثانيه بسرعه بسرعه بصي انا هاخده دوري ابطال اوروبا وارجعه لك تاني تعالى نروح مؤقتا لدوري ابطال اوروبا النهارده طبعا في ماتشين مهمين بس للامانه هو ماتش بكره الاهم يعني ماتش ريال مدريد وليفربول ده اللي الناس كلها كم الاكبر من البشر قاعدين ومستنيين يتفرجوا على العظمه اللي هتحصل فشايف فرص ليفربول عامله ازاي في الماتش ده ولا سيما ان اخر لقاء جمعهم كانت النتيجه لصالح ريال مدريد وفرق كبير كان 5-2 لا ماتش صعب طبعا اكيد لان ليفربول صعب الامور على نفسه من ماتش الذهاب كان كسبان 2-0 وبعدين حصل انهيار غريب يعني في الماتش فالامور صعبه مبرر في رايك ولا غير مبرر؟ هو السنه دي مفيش حاجه في ليفربول مبرره السنه دي بتشوف ليفربول بيكسب يونايتد 7-0 وبيعمل ماتش مثالي غريبه جدا ويجي بعدها باربع ايام يخسر من اخير الدوري بورنموث 1-0 فالسنه دي مفيش حاجه مبرره الموسم غريب جدا في ليفربول في اسباب كتير جدا تسببت في ده لكن هو خلاص يعني موسم للنسيان زي ما احنا بنقول يعني والهدف الرئيسي دلوقتي عند ليفربول اصبح ان هو ينهي الموسم في الاربعه الاوائل عشان يلعب دوري ابطال اوروبا السنه الجايه ماتش ريال مدريد مش سهل طبعا خالص لانك بتلعب مع فريق اولا بيخش دوري ابطال اوروبا بيتحول يعني هم في الدوري الاسباني حالته مش هي دي مش هو ده ريال مدريد بعيد تقريبا 9 نقط عن برشلونه في القمه فبعيد قوي حتى كمان عن المنافسه اعتقد برشلونه قريب من الفوز بالدوري السنه دي لكن هو بيخش دوري ابطال اوروبا بيسمعوا النشيد بيتحولوا بيبقى فريق تاني خالص فلا طبعا الامور مش سهله لكن انت عارف دوري الابطال بالذات عودنا ان مفيش حاجه فور جرانتد مفيش حاجه مضمونه يعني بالظبط يعني فاكر لما برشلونه كسب ليفربول 3-0 وكله خلاص كان محضر نفسه للفاينل ولقينا ليفربول كسب 4-0 طبعا فمش بقول ان ده هيحصل ده صعب طبعا لكن الموسم ده طبعا لكن ما نقدرش نقول الموضوع مستحيل يعني بس طبعا في منتهى الصعوبه لان اعتقد انك تكسب ريال مدريد على ملعبه فرق 3 اهداف نتيجه صعبه جدا وليه دايما مع بدايه كل موسم تلاقي في بعض الرومرز طلعت او الاشاعات طلعت يعني لو هنروح مثلا للدوري الفرنسي هتكلم تحديدا عن باريس سان جيرمان يقول لك ميسي هيترك باريس سان جيرمان لان هو مش او مش متساوي مع طموحه تيجي هنا مثلا في الدوري الانجليزي كلام كتير بقاله الشهور بيقول لك محمد صلاح مش هيكمل حتى لو عقده هيخلص 25 ليه دايما حتى لو كانت دي رومرز زي ما انا بقول ليه دايما بيطلع حاجات زي كده الاشاعات زي كده في وقت صعب يعني للعيبه وللدوري او غيره النجوم اللي هم الميجا ستارز يعني زي ما نقول اللي صلاح واحد منهم طبعا ميسي اكيد هو الاكبرهم دايما حواليهم الكلام ده وبيبقى ليها برضو عوامل يعني بتيجي طبعا لما فتره الانتقالات او لما الموسم بيقرب من النهايه الموضوع الكلام بيكتر فيه اكتر طبعا. ميسي الموضوع مبرر يمكن لان هو عقده مع باريس سان جيرمان هيخلص بنهايه الموسم هو كان في بند يتيح انه يجدد سنه كمان لكن كل الكلام ان ميسي رفض البند ده هو مش عايز يجدد سنه كمان فالكلام دلوقتي دوري الابطال دي حاجه وعشان هو ممكن يكون اعتقد ميسي هو وجوده في باريس سان جيرمان ما كانش حتى هو مفضل بالنسبه له هو كان مش عايز يمشي من برشلونه لكن الظروف اللي حصلت كلها في الوقت ده نتيجه الامور الماليه والامور التعاقديه ومشكله صعب يرجع تاني ما اعتقدش لا اعتقد هو دلوقتي الكلام
اغلبه ما بين ان هو ممكن يروح الدوري الامريكي او ان هو يتوجه للمملكه العربيه السعوديه على غرار كريستيانو رونالدو. بالظبط تخيل يروح الهلال وكريستيانو في النصر ونرجع كلاسيكو بقى في السعوديه. واو يعني. ده بالنسبه لميسي. صلاح اعتقد الامور لا ممكن تبقى اهدى شويه لان صلاح جدد عقده الموسم اللي فات. صلاح خلاص اختار ان هو يبقى اسطوره في ليفربول. بس الموسم اللي فات حاجه والموسم ده حاجه ثانيه. ما ده مش ما اعتقدش الكلام هيبقى هو يعني عارفه الميديا عايزه تتكلم عايزه تلاقي موضوع تعمل فيه هايب يعني لكن اعتقد هيبقى صعب بالنسبه لصلاح نفسه. هو خلاص صلاح نتكلم في تقريبا الصيف الجاي 31 سنه. فكره ان انا اروح مثلا هيروح فين برشلونه او ريال مدريد لا المنافسه مش نفس المنافسه في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي في حته تانية مختلفه خالص من ناحيه المنافسه. هو حط لنفسه اهداف مع ليفربول حققها كلها يعني كل البطولات اللي دخلها كسبها دوري الكاس كاس الرابطه الدرع الخيريه على الصعيد الاوروبي دوري الابطال والسوبر وكاس العالم للانديه. ما ده اكبر مبرر اصلا ان هو ما يكملش. اصل هيعمل ايه تاني؟ تمام ما هي الفكره بقى. طب ماشي انا هروح فين؟ هروح برشلونه مثلا هبتدي من الاول وانا اتقال ان ممكن يجي اتقال يعني كانت برضو او يورجن كلوب يمشي. انا شايفه حاسه ان هو كفايه كده. لا ما اعتقدش برضو لسبب ان ليفربول عامل خطه للتدعيم بشكل كبير جدا الصيف الجاي. الفكره ان الاداره كانت عرضت لبيع اسهم النادي لكن هي استقرت دلوقتي على بيع جزء من الاسهم فقط مش بيع النادي بصفه كامله. مش بيع كل عشان طبعا. يدخل تمويل كبير وده اللي متوقع في الصيف الجاي ويدي يورجن كلوب مساحه كبيره جدا لتدعيم الفريق. الكلام دلوقتي انه من 200 ل 300 مليون ليني هيتصرفوا في الصيف كده متاخرين جداً. فيها جدا خطوه متاخره جدا وبيدفعوا ثمنها في الموسم ده طبعا في الموسم ده دفعوا ثمنها في كل حاجه غالي كمان بالظبط. لكن الكلام كله زي ما بيتقال كده ان هو لان كمان كان غضب جماهيري كبير جدا على الاداره. الكلام في انجلترا كبير قوي على اف اس جي اللي هي مجموعه فينواي اللي هي بتدير النادي عليها غضب كبير جدا. فهم عايزين يحتووا الغضب ده بصرف الكلام دلوقتي من 200 ل 300 مليون استرليني في الصيف الجاي على اكتر من صفقه. ده هيعمل تدعيم كبير جدا. صلاح زي ما كنا بنقول هو بقى رمز للمدينه كمان مش للنادي بس. هو بنتكلم في ان اكبر رموز النادي طالعين يقولوا ان احنا فخورين باللي هو بيعمله فخورين بان هو بيكسر ارقامنا احنا شخصيا. روبي فاولر بيقول كده كيني دالجلش بيقول كده شفنا طبعا. الحوار بتاعه مع ستيفن جيرارد كان عامل ازاي. فاعتقد لا صعب صلاح يضحي بكل ده في الوقت الحالي. يعني عموما بالنسبه للنجوم الاستثنائيين في عالم كرة القدم الحسابات بتاعتهم بتكون معقدة قوي طبعا. يعني احنا من بره ممكن نبقى شايفين ان عنصر الجذب الاول والرئيسي هو الاموال الطائلة وقد يكون ده حقيقي الى حد بعيد لكن برضو داخلة في الحسبة شوية تفاصيل تانية منها بالذات زي حد زي محمد صلاح فكرة ان هو فعلا تحول الى أسطورة في ليفربول فمش بالساهل انه ينسلخ من ده ويروح يبتدي من اول وجديد في مكان تاني. بالظبط. هو انا كنا بنتكلم في ان فكره التحدي برضو في الحته دي مش سهله يعني يعني كان مثلا لو صلاح 25 26 سنه اقول لك لا لسه ممكن ياخد تحدي جديد دلوقتي خلاص هو شايف انه عمل اللي هو عمله. انما 31 سنه سن برضو بالنسبه لعيبه الكوره مش سن بدايه تحدي جديد. هو سن ان انا زي ما بنقول كده يرسخ الاسطوره او لما يوصل لمرحله ال 35 36 زي ميسي ان انا خلاص بقى بنهي كاريري بان انا في مستوى تنافسي اقل ورايح نفسي وهدي الدنيا زي ما كريستيانو عمل مثلا زي ما ميسي بيفكر. راضي عن الخطوه اللي عملها كريستيانو انت شخصيا يعني جدواها ايه في رايك؟ بص بالنسبه له هو انا شايف انها ما فيهاش مشكله خالص. بالنسبه للدوري السعودي طبعا دي يعني ابجريد رهيب وحاجه خلت الاعيون كلها على الدوري السعودي بشكل كويس جدا. هو بس مشكلتها الوحيده ان كريستيانو نفسه هو اللي كان دايما يعني مش عايز اقول بيتريق بس هو كان دايما بيقلل من الناس اللي بتعمل كده. يعني في اكتر من حوار اخرهم حوار بيرس مورجان الاخراني قال لا انا عمري ما هلعب لا في السعوديه ولا في قطر ولا في امريكا ولا شايف ان اللي بيعمل كده ده بيهين نفسه. بعدين انت قبلت الخطوه فانت بس يعني ما حسبتهاش صح. انما دلوقتي لا طبعا هو عمل يعني شايف ان الزخم اللي معمول حوالين الدوري السعودي حوالين مباراه النصر تحديدا بس النصر قدام الاتحاد مش الافضل حتى مع كريستيانو يعني ده مرتين مش مره واحده مره في السوبر ومره في الدوري. هو كان متعصب قوي اخر مباراه بس انا خلينا احنا بنشجع الاتحاد بس هو ضحكني وعمل كده يعني. ليه؟ احنا بنشجع لا مش عمل كده ليه والله عشان هو خرج متعصب قوي يعني حسيت يعني انا بحبه بس حسيتها حركه تضحك يعني عشان هو بصي حاطط في دماغه فكره ان انا رايح الدوري ده ما فيش حد قدي يعني انا اجمد حد اي ماتش هلعبه انا لازم اكسب. فهو فكره ان الاتحاد تحديدا كسبه في السوبر السعودي وخد منه اللقب وبعد كده بيكسبه في الدوري وبيعتلي قمه الدوري ده مديله احساس. بس خلي بالك كريستيانو من الواحد عارفه يعني هينزل يموت نفسه الماتشات الجايه يعني مش هيخلي ده الاحساس ده يرجع له تاني يعني طبعا عشان حتى يعني يبرهن للكل ان انا قراري ما كانش خاطئ بان انا موجود هنا وبلعب في الدوري ده مع الفريق. نفسي الاتحاد ياخد الدوري عشان حجازي بصراحه. بس حجازي الماتشين ما لبسوش كوره يعني ما خلاش كريستيانو يلبس كوره. غريبه قوي دي ما كانتش متوقعه بالمناسبه يعني لا هو برضو مش مفهومه شويه لا هو زي ما بقول لك برضو هي فكره هو اكيد برضو من جواه يعني كريستيانو من جواه
في سنه تعالي شويه يعني انا جاي منين وبلعب فين وبتاع، اكيد في سنه برضه واخد هاتريك وسوبر هاتريك، فممكن بالظبط فحاسس ان انا يعني مثلا بعد 3 4 ماتشات انا بنافس على هداف الدوري السعودي، فدي برضه بتدي سنه كده. ولا قصه ان هو ما يعرفش يأدي لوحده برضه، يعني اكيد السكواد اللي معاك بيفرق بشكل كبير. ما هي لعبه جماعيه، بص يعني مقوله ان فلان جاب بطوله لوحده دي اكذوبه، دي اكذوبه يعني بطل الواحد انا ممكن الفريق ما يقدر يعني ما كنتش هعملها من غيره، بس هو مش هيعملها لوحده. يعني على سبيل المثال ميسي ما جابش كاس العالم لوحده، هو كان له الدور الاكبر، كان الارجنتين عمرها ما هتوصل لده من غيره، لكن مش برضه ايميليانو مارتينيز كان له دور مهم جدا، ليزاندرو كان له دور مهم جدا، ماكاليستر كان له دور مهم جدا، يعني لو هو راح يلعب لوحده مش هياخد البطوله. فهي فكره النجم الاكبر دي مهم، بس مش هو مش هياخد مش هيعمل حاجه لوحده، مستحيل يكسب بطوله لوحده. أكيد. طب بالنسبه لنجومنا المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه، تعالى نستثني محمد صلاح لان هو ظاهره متفرده وتفاصيلها كمان ليها خصوصيه شديده جدا، بس بقيه اللعيبه المصريين بقى شايف مين اكثرهم تالقا في الدوري اللي هو بيلعب فيه او مع الفريق اللي هو بيشارك معاه؟ احنا عندنا كذا حد بيشترك، بس عارف الموضوع متفاوت، زي ما قلت صلاح حاجه مختلفه تماما. طب لان احنا مثلا عندنا تريزيجيه وصل لمرحله كويسه، لعب في الدوري الانجليزي في استون فيلا اثبت نفسه، لكن رجع خطوه لورا مع ترابزون، هو حاليا من نجوم ترابزون وماشي بشكل كويس جدا، لكن برضو يعني كنا نتمنى انه يفضل في انجلترا على الاقل يعني. يمكن مرموش السنه دي عمل موسم كويس قوي مع فولسبورغ، انني بس الاصابه ابعدته شويه، لكن هو انني له دور حلو قوي مع ارسنال حتى بره الملعب، يعني هو فكره كمان ان هو رغم اصابه بعدته يمكن هتبعده لنهايه الموسم، ومع ذلك ارسنال حريص جدا على تجديد عقده وبيعلن ده، فهو ده واضح انني له دور مهم جدا 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 سواء في الملعب او حتى في اوضه اللبس. وارتيتا نفسه دايما بيقول كده ان انا عندي كابتن، محمد انني ده واحد من كباتن الفرقه، واحد من اللعيبه اللي عليها دور حتى نفسي كمان. واتمنى ان ارسنال يقدر يكمل المنافسه على الدوري السنه دي ويفوز باللقب، هيبقى حاجه تقريبا هو الاقرب دلوقتي بلا يعني يعني انا شايف ان هو لا يعني هو ماشي في خطوات سيتي مانيش لاخر لحظه مع سيتي بس مان سيتي لان خاصه انهم هيلعبوا بعض تاني، لان اللي في ماتش تاني في الدوري، فده لو سيتي كسب فرق نقطتين ولسه فاضل 11 ماتش او 12 ماتش، لا الموضوع لسه فيه كلام. بس اعتقد ارسنال الافضل هذا الموسم حقيقي. من مان سيتي ومن مان يونايتد، من احسن من اي فريق بغض النظر عن الترتيب كمان، لا يعني. هو الافضل في انجلترا بلا جدال يعني. هو احسن برافو عليهم، ده يمكن من 2003 و4 ما حققوش بالزبط. هذا بالزبط. المستوى يعني. هنروح لجنوب افريقيا بس هنرجع على طول يعني نروح كواليس بعثة الأهلي وزميلنا العزيز طبعا المتواجد هناك مع البعثة فاروق صلاح. فاروق بونجور عليك، أكيد بنصبح عليك ومحتاجينك تطمننا أكتر وتقولنا الاستعدادات بقى على الأصعدة المختلفة فنيا ونفسيا والاجتماعات والكواليس والجدول النهاردة إزاي، وطبعا هم استأنفوا تدريباتهم صباح اليوم، خلينا نعرف منك كل ده، تفضل يا فاروق. يعني خليني في البدايه صب عليك انا وانت صب على كريم، وصبح طبعا على القيمه الاهلاويه اللي بنعتز بيها طبعا الدكتور عادل كريم، واحد من اللي احنا دايما بنعتز بيهم، وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص نهاوند بدانا والفريق طوى تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، وبدانا التحضير طبعا لمباراه القطن الكاميروني اللي بناكد على اهميه هذه المباراه وصعوبه هذه المباراه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، مباراه بتيجي في توقيت صعب جدا بعد تجاوز يعني بعد مباراة وهزيمة أمام فريق ماميلودي سان داونز، ولكن مفيش بديل أمامك سوى الفوز في هذه المباراة وإحراز الثلاث نقاط وانتظار القادم من المباراة بإذن الله. لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا قادرين إن شاء الله على وجود يعني نقدر نقول أي 11 لاعب يكون موجود في الملعب إن شاء الله يتحلوا بشخصية النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي اعتقد بتبقى كلمه السر في كتير من المناسبات. منذ قليل يا نهواند يعني لو هنتكلم طبعا على تفاصيل اليوم، طبعا بالامس كان مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه سلبيه، اكتفى طبعا بالجانب الاستشفائي للاعبين طبقا طبعا للبرنامج الاستشفائي الكامل اللي وضعه مع رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله، وبالتالي الفريق لم يؤدي تدريب بالامس. النهارده الفريق هيستأنف تدريباته، يعني هيبقى التحرك من فندق الاقامه هتبقى في تمام الساعه 12 ظهرا، ثم التوجه الى ملاعب جامعه بريتوريا، واداء التمرين هيكون في تمام الساعه 12 والنصف على ملاعب جامعه بريتوريا. منذ قليل كان اجرى الفريق المسحه الطبيه الخاصه بالدخول الى الاراضي الكاميرونيه، طبعا دكتور عادل يعني اكيد هيتكلم في هذا الامر ان الكاميرون في بروتوكول الموضوع ممنوع الدخول الى الكاميرون دون اجراء مسحه طبيه، لذلك افراد البعثه بالكامل في النادي الاهلي اجروا المسحه الطبيه قبل التوجه الى الكاميرون غدا باذن الله. طبعا الفريق هيؤدي مرانه اليوم وتدريبه اليوم على ملاعب جامعه بريتوريا.
عايز اطمنك خلاص على حاله اللعيبه، عايز اطمنك على بالتحديد المصابين. محمد عبد المنعم، خليني انا وانت اكد لك جاهزيه محمد عبد المنعم لمباراه القطن للكاميروني زي ما صرح لنا واكد لنا الدكتور احمد ابو عبله. جاهزيه محمد عبد المنعم خلاص ان شاء الله واحد من العناصر اللي يكون موجود معنا في هذه المباراه. ايضا جاهزيه حسين الشحات الى جانب طبعا خالد عبد الفتاح، طبعا مع عوده عمرو السليه واحمد عبد القادر اللي شاركوا على يعني لدقائق في مباراه ماميلودي سان داونز. الفريق طبعا النهارده زي ما قلنا هيأدي تمرينه على ملاعب جامعه بريتوريا، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 3:30. مستر مارسيل كولر هيعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30 للحديث عن كل التفاصيل والامور الخاصه بمباراه القطن الكاميروني. اتفرج وتابع على كل المباريات الخاصه بفريق القطن الكاميروني، ووقف على نقاط القوه والضعف، والنهارده هيعقد محاضره مع اللاعبين. غدا باذن الله هيكون المران الاخير للنادي الاهلي في جنوب افريقيا صباحا قبل التوجه والسفر الى الكاميرون، وبالتحديد جروه اللي هيكون في تمام الساعه 2:00 ظهرا. ان شاء الله الفريق هيأدي مران صباحي ثم التوجه الى جوهانسبرغ اللي بتبعد عن بريتوريا ب 45 دقيقه، ومن ثم استقلال الطائره الخاصه من جوهانسبرغ الى مطار جروه. ان شاء الله في رحله الطيران هتستغرق الاربع ساعات ونصف. ان شاء الله يعني كل الامور وكل الكواليس والترتيبات اللي بتتم من خلال رئيس البعثة للنادي الاهلي عضو مجلس اداره استاذ طارق قنديل مع معالي السفير مدحت المليجي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى الكاميرون، والتنسيقات والترتيبات اللي بتتم لاستقبال لبعثة النادي الاهلي. ايضا يعني طبقا برضو للامور الطبيه اللي بياكد عليها الدكتور احمد ابو عبله، الفريق بدا من اليوم او البعثه بالكامل بدات طبعا يعني في اخذ الحبوب الخاصه بالملاريا طبعا طبقا للاحترازات الطبيه اللي وضعها الجهاز الطبي للنادي الاهلي. بطمنك ايضا يعني هوند الحاله النفسيه خلاص اللعيبه، الزعل موجود ومش هنقدر ننكر ان الزعل مش موجود، لا الزعل موجود، ولكن عندنا مرحله اهم، عندنا مباراه القطن للكاميروني يعني هنركن الزعل شويه، لكن عندنا ان احنا مباراه القطن للكاميروني لازم نحقق فيها الانتصار، وان شاء الله ان شاء الله انتصار يعني ننتظر ان شاء الله القادم من المباريات مباراه الهلال، وايضا هننتظر مباراه الهلال مع ماميلودي سان داونز. نتمنى كل الخير ويبقى في بدايه زي ما كنا بنتكلم يا فاروق لمصالحه الجماهير، ويكون في الاداء اللي يليق طبعا بالنادي الاهلي اللي احنا نعرفه باذن الله. كل الخير وتحياتنا ليه بقى البعثه، يعني سلم لنا عليهم وقول لهم ان اكيد كل الجماهير الاهلاويه بتدعي وفي ظهرهم وواثقين ان شاء الله ان هيكون ماتش ومباراه حلوه على الصعيد هنا النتائج واكيد الاداء. متابعين معاك لحظه بلحظه لغايه المباراه ان شاء الله يوم الجمعه قبل وبعد كمان المباراه، وتغطيتنا اكيد مستمر على قناة النادي الأهلي. شكرا ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح. كويس احنا نطمن برضو طبعا، مهم جدا ان شاء الله خير. نفسك يا استاذ عادل يعني حجم الطمأنينة جواك واصله لفين؟ لا ان شاء الله يعني انا حاسس ان احنا هنكسب ان شاء الله ماتش يعني القطن. احنا متفقين ان الحسبه اتعقدت وان المهمه مش سهله بالزبط. لكن برضو اكيد في مساحه كافيه لان النادي الاهلي كونه النادي الاهلي يعني يعمل ريمونتادا على نفسه انجاز التعبير ويرجع مره تانية ويمشي في التراك الطبيعي انه يكون ماشي فيه. احنا تعودنا ان احنا لما بنعقدها بايدينا بنعرف نحلها، يعني احنا يمكن اللي عملناه كان السنتين اللي فاتوا، السنه اللي فاتت انا فاكر كنا في نفس الموقف تقريبا، يعني بعد الجوله الرابعه كان برضو فاضل لنا كان عندنا 4 نقط وكان لازم ناخد ال6 نقط اللي بعدها، وقدرنا ناخد ال6 نقط ونوصل وكملنا المشوار لغايه النهائي. فاعتقد ان هو يعني بس الفكره زي ما بقول لك ان احنا ناخدها واحده واحده. انا بحب دايما فكره انك تفكر في الماتش الجاي، لانك لو قعدت تفكر في اللي بعديه هتخسر اللي جاي ده. ده يمكن ده احنا ده وقعنا في الخطا ده اكتر من مره، ف وده يمكن اللي حصل في ماتش الهلال اول ماتش، وده اللي عملنا الموقف لغايه دلوقتي ده، ان احنا جاي راجعين من كاس عالم الانديه بنفكر لا سان داونز ماتش صعب والفرقه وعايزين، لا ما انت ما كسبتش الهلال لسه، فده اللي حطينا في الموقف ده. احنا ماتش الهلال ده هو اللي عمل كل الازمه دي كلها، فنفكر بس في ماتش القطن، نفكر ان احنا ناخد ال3 نقط باي طريقه في ماتش القطن، وبعد كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس ان شاء الله يعني انا عندي ثقه ان احنا زي ما كنت بقول حتى لا قدر الله لو ما فيش نصيب في افريقيا السنه دي، ان انا هقدر اقف تاني، هقدر اكسب اكمل بس في المنافسات المحليه اللي انا موجود فيها، وافكر في السنه الجايه هيبقى عندي دوري ابطال وعندي سوبر افريقي كمان الاثنين، دوري السوبر الافريقي، فلازم افكر في كل البطولات دي، نحط زي ما كنت بقول الخطه الفوريه اللي هي اللي احنا ماشيين فيه، ونفكر هنعمل ايه الموسم الجاي، ايه التدعيمات اللي احنا محتاجينها سواء في اللعيبه سواء في الطريقه سواء في كل في الشغل بتاعنا كله،
والدنيا ان شاء الله هتتحرك. يعني احنا ياما اتعودنا لظروف زي دي وخرجنا منها اقوى. نفس السيناريو ده اتكرر 2019 يعني بنفس النتيجه بالزبط. بنفس الاحداث. وكنا انا وكريم بنقول ده قبل كده، وسرعان ما الاهلي يعوضك وعوضك بحاجات جميله زي الثلاثيه. كسب الدوري سنتها كان دوري صعب جدا، وبعدها في السنه اللي بعدها زي ما قلت الثلاثيه دوري وكاس ودوري ابطال واغلى دوري ابطال اعتقد الاهلي فاز بيه. فيعني المواقف الصعبه دي مع الاهلي بالذات لا انت بتعرف تقوم منها اقوى كمان. طب احنا في نقطه بنتكلم فيها كتير جدا وحتى لسه كان فاروق بيطمنا عليها، لكن هي لسه لم تدرك بشكل اساسي ورسمي في الانديه المحليه عندنا، وما اعرفش ليه، فكره او ثقافه الاخصائي النفسي. ليه لسه لحد دلوقتي الانديه مش قابلاها؟ ليه اللعيبه مش قابلاها؟ ليه الجهاز الفني مش شايف ان هي من الاساسيات؟ يعني دايما بيتقال عادي والمدير الفني هو اللي يقوم بالدور ده. لا، مش دور المدير الفني، ان مش كل المديرين الفنيين عندهم القدره ان هم يشتغلوا على الجانب ده. بلس ان انت بيبقى عندك لاعب مثلا 6 شهور او 9 شهور مش موجود، مش متواجد سبب اصابه او غيره، في خساره لمباراه. ازاي انا اهيئ اللعيبه بتاعتي ان هي خسرت مثلا بطوله؟ ما بتكلمش بس عن النادي الاهلي، بتكلم في مصر وان هو يعود مره ثانيه. فليه عندنا في الثقافه في الكره المصريه مش مدرجه بشكل اساسي غير وقت مانويل خوسيه لما كانت فتره معينه وبرده ما كملتش؟ ليه؟ لان يمكن ده في الثقافه المصريه عموما للاسف احنا بنخاف من حته من كلمه حتى بنخاف من كلمه حتى الطب النفسي دي. مع انها هي حاجه على بعض نقول لك العباسيه مش عارفه ابو العزيمي حاجه زي كده، ودي حاجه صحيح. يعني ما مش منطقيه تماما. يعني الطب النفسي حاجه مهمه جدا جدا، الجسد بيمرض والروح بتمرض عادي، يعني جزء مهم جدا زي الطب، يعني نوع من جزء من اجزاء الطب، يعني حاجه مهمه جدا. احنا في 2023 ولسه في ناس مش مستوعبه من صناع القرار، مش مستوعبين اهميه النقطه دي للاسف احنا زي ما بقول لك الثقافه العامه عندنا كده مش فاهمه، او مش فاهمه بس مش مستوعبه اهميه الدور ده. يعني احنا لغايه دلوقتي بنتكسف زي ما كانت نهاوند بتقول ان حد يقول مثلا انا رايح لدكتور نفسي. لا، بتكسف ليه؟ دي حاجه طبيعيه جدا يعني. بالعكس، دي حاجه مطلوبه في بعض الاحيان يعني. صحيح. وجود معالج نفسي او طبيب نفسي او اخصائي نفسي، ده الاسوياء هم اللي بيروحوا الاطباء في بالزبط. الناس اللي هي اللي بتجننا احنا ما قاعدين عادي صحيح مكملين عادي بس الجزء دور الاخصائي النفسي، دور اخصائي التغذيه، دور اخصائي كل ده ادوار مهمه جدا في جهاز الكره. جهاز الكره مش مدرب ومدرب حراس مرمى ومدرب احمال وشكرا. صحيح. احنا بنتكلم في نادي مثلا، لو خدنا مثال زي الجهاز بتاع جوارديولا مثلا في مانشستر سيتي، بنتكلم جهاز فيه حاجه و30 بني ادم، كل جزئيه قد كده ليها متخصص. فده حاجه مهمه جدا. صح. مش رفاهيه يعني. صح. طب انت في الموسم ده النسخه دي من الدوري، وبرضه خلينا نستثني النادي الاهلي، مين لافت نظرك من الفرق؟ شايف ان في تكامل في عناصره وجوده في الاداء وماشي بخطوات ثابته، مين اكتر الناس اللي واخدين عينك انجاز التعبير؟ بص، في اكتر من فرقه، بس انا اللي فعلا بتبسط لما بتفرج عليهم او شايف ان هم عاملين موسم فوق التوقعات يعني الاتحاد. شايف ان معاهم مدرب محترم جدا، زوران مانولوفيتش مدرب كويس جدا. المدرب عنده خبره في افريقيا لانه درب قبل كده في بريميرو دي اغوستو في انجولا، عنده رؤيه كويسه. الاتحاد يعني مش بقول ان هو يعني الاتحاد في مركز اعتقد الخامس دلوقتي او الرابع او ممكن اعتقد الرابع بالظبط، فلكن ده اكتر من اللي كان جمهور الاتحاد حتى نفسه مستنيه. فشايف ان هم لا، السنه دي عاملين عروض كويسه قوي. ما يعني لما بيخسر مثلا مباراه ما بينهارش، لا بيرجع تاني بيأدي بشكل كويس جدا. اكتر من مره مثلا الاتحاد خسر ماتشين 3 ورا بعض، لكن بعدها بيرجع تاني وبيكسب تاني وبيوقف على رجله. السكندري في ازمنه سابقه كان دايما بيبقى موجود في مراكز متقدمه بالزبط. ومش لوحده، والمقاولين العرب والترسانه ايام ما كان في الترسانه والمحله زمن تاني والمحله صحيح يعني. وكانت الماتشات دي كلها ممتعه كمان، وكان الجمهور بيديها طعم حلو قوي. ده تمانينات بقى. تمانينات بالظبط. معلش احنا عواجيز شويه عليك. لا كنت اسمع بابايا بيقول الاسماء دي. احنا عواجيز شويه بس. لكن هو بصراحه الدوري السنه دي الجميل فيه ان في اكتر من نادي، يعني في فيوتشر ماشي بشكل بيأدي بشكل كويس على مراحل برضو. المحله كان ماشي بشكل كويس في الاول اللي بعد كده تعثر شويه. اسوان كان ماشي بشكل كويس، لكن عارف ما فيش اسوان عمل سابق. كام ماتش ولا اروع بجد، ومعاهم تجربه كمان كابتن ايمن رمادي. يعني كابتن ايمن من الناس اللي خلطت بقى كمان الخبره الكرويه بالعلم. دي مش موجوده عندنا كتير للاسف يعني، اتمنى انها تكون موجوده الفتره الجايه. شفنا واحنا كل الحاجات المنطقيه دايما نختم كلامنا عنها بجمله للاسف ما فيش عندنا منها كتير، عشان احنا محتاجين يعني شويه كنا بنتكلم على اهميه الطب النفسي والناس المتخصصين في الحته دي، وبرده ما فيش عندنا منها كتير. احنا محتاجين كتير قوي يا كريم، محتاجين كتير بجد يعني. محتاجين ان احنا نخطط بشكل كبير جدا، لان احنا للاسف وصلنا لمرحله
يعني الواحد بس مش عايز يزعل الناس، بس هو احنا وصلنا مرحله سيئه يعني في كل حاجه، يعني للاسف ما فيش خطط خالص، ماشيين كده زي ما تيجي، عندنا ازمات في كل حاجه. مفيش خطط ازاي؟ وكان الاتحاد من اقل من سنه بيتكلم على تطوير المنظومه واستخدام خبير في التحكيم والاهتمام بقاعده الناشئين و و الى اخره. وحصل ايه؟ مش عارف. خبير التحكيم اللي جه مشي، اهتمام بقاعده الناشئين، ما عندناش ولا منتخب ناشئين عمل اي حاجه الحمد لله. ولو ملف التحكيم ده احنا قعدنا يعني اتكلمنا فيه، قلنا ما احنا بنقول، ما احنا بنتكلم، ما احنا الحمد لله بنتكلم حلو قوي. بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. طب مش لازم يكون في جهه رقابيه ما تملي شروطها على الاطراف المعنيه، على الناس، يبقى في اجبار، يعني نجبر نفسنا بالعافيه ان احنا نمشي زي ما المفروض نمشي ونتبع السيستم الموجود في دول العالم كلها. ما هو ليه ده مش حاصل؟ من غير جهه رقابيه، هو المفروض ان انا عايز اعمل كده عشان انا ابقى كويس. لا ما خلاص، دي استعوض ربنا في الحته. لازم حد يبقى ماسك لنا كرباج عشان نعمل الحاجه. طب ما هو، طب ازاي؟ ما انا لا عشان يبقى في محاسبه. هو احنا مش حاسين؟ طيب هل احنا مش حاسين ان احنا المنتخب ما وصلش كاس عالم، وبعد كده ما خسرنا كاس افريقيا، وبعد كده منتخب الشباب ما بياخدش، ما خدش كورنر، مش ما خدش نقطه، ما خدش كورنر. الشباب كانت حاجه حزينه الصراحه. ومنتخب 17 ما وصلش البطوله اساسا. طب احنا مش حاسين بده؟ مش حاسين بالسنغال اللي هي بتاخد كل حاجه في القاره؟ طب منين ده حاصل؟ ومنين احنا بقالنا سنين اطراف كتير دايما بتشيد بالناشئين عندنا في الفرق المختلفه؟ لا على فكره، اللي حصل مع منتخب الشباب مش فكره ما عندكش كادر كويس، بالعكس ده كان في منهم لعيبه كويسين، لكن المشكله في ان يا اما تم توجيههم بشكل غلط، مع احترامي للجهاز الفني يعني برضو ما كانش ربما الافضل. لا معلش، طب حضرتك شايف كان في يعني نفس اللي كنت بتكلم في التخطيط برضو، انا عندي عناصر كويسه، بس عشان اخطط ان اجمعهم كلهم مع بعض، اعمل لهم فتره اعداد كويسه، العبهم ماتشات وديه تخرفني انا يعني. انا للاسف كنت بشوف ماتشات وديه المنتخب الاقيه بيلعب مع المقاولين العرب، ولا ايه بيلعب مكان الاحترام طبعا الاساسي. الفكره انا المفروض العب مع منتخب اتعرف على الخطه بتاعته، اتعرف على يعني ابقى عارف الاقل انا هواجه مين. انا برضو لغايه دلوقتي انا برضو مش عارف، احنا نظمنا البطوله، طب انت نظمت البطوله دي عشان تكسب من وراها سواء ماديا او تكسب من وراها دعم المنتخب بتاعك. استعديت بقى لده، عملت ايه؟ فروحنا منظمينها في استاد القاهره، اللي هو مهما كان الناس اللي هتيجي مش هيبقوا عشر الاستاد. طب ما تنظمها في ملعب صغير في محافظه مثلا، عشان خاطر الناس تروح تقف ورا المنتخب بتاعك، انت حتى مفيش حد يشجع المنتخب بتاعك، ده غير بقى الجزء الفني تماما. فلا احنا ما زالنا الفني ده عايزه حلقه بقى من بابها نتكلم من اولها في النقطه دي، اللي هي مليانه تفاصيل، واحنا وقتنا للاسف يعني تقريبا انتهى. يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، جزيل الشكر. شكرا جزيلا، انا دايما ببص معاكم دايما. لا والله بتنورنا يا دكتور عادل، وان شاء الله نتقابل تاني قريب، وهنرجع نقول تاني ربما احنا يعني بنتكلم في بعض الامور اللي هي شائكه عندنا بشكل كبير جدا، والواحد من كتر ما اتكلم فيها ومن كتر ما بيحاول ان هو يطرح على نفسه اسئله، طب الحل ايه؟ فبيضحك، لكن هي حاجه حزينه. خلينا نقول في الاول في الاخر هي حاجه حزينه، لان انت وكلنا، مش انت وانا بس، كلنا اكيد في الاول في الاخر هنستفيد لما هذه المنظومه يتم اصلاحها. مصر هتستفيد، اسمك هيبقى في محافل دوليه، بيبقى رانكينجز ثانيه، بطولات ثانيه، ليفل ثاني خالص. انت كنت الافضل زمان، المشكله ان انت بترجع لورا، وفي دول ومنتخبات بتعديك بكتير ما كانتش بتقارن نفسها اصلا بيك في فترات طويله، فده اللي بيحزن. نتمنى الاصلاح في الفتره اللي جايه، لان احنا نستحق ذلك. الفقره دي خلصت، هنروح بعد كده الفقره اخيره مسجله مع حضراتكم، وهيكون معانا دكتور إيمان المراكبي. نشوفكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.